صراحه شيء ماشي معقول. يعني اولياء الامور تيخلصوا شهر 9 نورمالمون خاصو تبدا القرايه من شهر 9 من ديبار. يعني نهار كيخلص الولي الامر خاص التلميذ خاص يكون داخل المدرسه ديالو، دونك خاص شهر 7 يعفيو الناس من هاد الخلاص ديال هاد سميتو. اصلا كاينه الازمه وانسان الله يحسن العون كل واحد، يعني واخا مدارس خصوصيه فاولياء الامور صوب مساكن عندهم ظروف اخرى وعندهم مشاكل اخرى وعندهم يعني ماشي غير ربما كاين اللي عنده تبارك الله جوج دراري ثلاثه اربعه تبارك الله، يعني غتجي القضيه شويه صعيبه، وخصوصا قريب ان شاء الله هاد العيد الكبير عيد الاضحى المبارك. هذا الشيء اللي كاين نطلبوا الله سبحانه وتعالى يقدموا معنا هذا، لاني انا عندي واحد البنيه كتقرا في مدرسه خصوصيه صراحه جات قاصحه شويه شهر 7 نخلصها. غير منطقي، ما قراش ما خصوش يخلص حيت ما يقراو حتى حاجه، غادي يقرا يومين ويخلص ليه الشهر. انا كنهضر على المدارس الكبيره كاين ديال 3000 درهم ديال 4000 درهم، وحتى 1000 درهم راه بزاف على الاب. واش ولدي انا قرا يومين ونخلص عليه شهر؟ بزاف عليه. ديجا كيربحوا في سبتمبر، سبتمبر ما كيدخلوا حتى الخمسه ولا السته، وكتبدا المفعول ديال الدراسه حتى 10 11 ديجا رابحين واحد 10 ايام ولا 15 ايام. اذا ما غير منطقي، انا مع هذه القضيه ما قراوش ما يخلصوش ما فيها حتى حاجه. هو تا بالنسبة سير الرئيس ديال الحكومة تا هو خصو يدخل في هاد الشيء هذا. واش الدري ما غايقراش من شهر ديال 7 وغادي يخلص؟ ما يمكنش. ومع هاد الأزمة هادي ومع سميتو هذا الله يحسن الوالد الله يحسن الوالد الجميع. هذا الشيء اللي كاين. ماشي معقول، علاش غايخلصوا؟ أنا من جهتي بعدا ما يخلصوش. المخزن المخزن اللي خاصو يتحمل. هو اللي خاصو يتحمل المسؤولية ديالو، وبنادم راه كاين اللي ما عندوش أزمة وبزاف ديال الحوايج. فين غيرد راسو دابا العيد جاي وكل شيء جاي؟ فين غيرد راسو هذا المسكين؟ مع هذا الغلا اللي داروا لينا راه قتلونا وما نسمحوش اللي داروا لينا هذا الشيء. تبدا المدرسه في شهر 9 ولا في شهر 10، هذاك الشهر يخلصوا ديال ملي غادي يبداو المدرسه يخلصوا المسائل ديالهم، ما باش يخلصوا شهر 9 ويخلصوا شهر 7 وداك الشيء. والقدره ديال الشرائيه ديال الناس والوظائف قلايله وسميتو عليه، ما يمكنش ليهم يخلصوا هذاك الشيء. نورمالمون هذا الشيء ما خصوش يكون. نحمل المسؤوليه للحكومه اللي كاينه جديده، وزير التربيه. وزير التربية هو اللي خص يقوم بهاد المسائل هادي. ما يمكنش أنا نجي نخلص على ولدي وولدي مريح في الدار، ما يمكنش. غنخلي أنا حتى لشهر 9 ونمشي نقيدو ونخلص الشهر ديالي وأنا ناضي، فهمتيني؟ قلب على أي مدرسة كيما بغا تكون، أنا كاع ندخلو للمخزن كاع. ملي غنخلص شهرين والدري ما يقراش ندخلو للمخزن ونتهنى. والمخزن فيه أساتذة مزيانين. ولاد الشعب. ما هذاك تتخلصوا بواحد الثمن، واحد الثمن هابط راه يقري لك ولدك ولا ما يقريش لك. واش فهمتني نقول لك؟ راه تنعرف انا مدارس ديال 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 الفلوس بريفي راه حاله يورتالا يورتالا. خاص هذا الشيء ما خصوش يكون من وجهه نظري انا. وخص وزير التربيه ووزير الحكومه يوقفوا على هذه المساله هذه باش يصيبوا هذه الامور. ما يمكنش، لان الناس راه الله غالب.